سيناريوهات كثيرة وتحليلات بتفجير بيروت اللي قضى فيه عدد كبير من الأبرياء. قسم الناس راح أنه في مستودع هائل للأسلحة تم ضربه من إسرائيل أو أمريكا، وقسم ثاني بتحدث عن كمية هائلة من نترات الأمونيوم تم تخزينها وبنفس الوقت انضربت، وقسم ثاني بحكي لا في خطأ أثناء أعمال صيانة، لكن الأسباب تعددت والموت واحد والضحية هن أبرياء. نقطة واحدة ما تم التركيز عليها ولا حدا حكى عنها، هجوم ممكن يكون من نوع آخر مختلف، خلينا نتعرف عليه بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو. بداية بدي أترحم على أرواح كل أبرياء اللي قضوا بهذا التفجير اللي بصراحة كان عبارة عن كارثة وأزعج كل إنسان عنده ضمير حي. مثل ما ذكرت ببداية الفيديو أنه في كثير سيناريوهات وأحداث ممكن صارت والناس توقعتها وناس بلشت تحللها، يمكن يكون مو الوقت المناسب لطرح هيك أفكار كون الناس لسه بتلملم جراحها، لكن في نقطة واحدة ما حدا ركز عليها خلينا نحكي عنها، وهي بتختص بالجانب التقني وتحديدا الجانب الأمني بالأمور التقنية اللي أنا متخصص فيها. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي ونغوص بأعماق الهجوم السبراني اللي ممكن يكون هو صار على المستودع الموجود بميناء بيروت، لا تنسى باستمرار تكون مشترك بالقناة وفعل زر الجرس، وأكيد اكتب لي تعليق رأيك بهاي الأحداث والسيناريوهات اللي رح نطرحها بهذا الفيديو. الهجوم السبراني واللي هو بيتم وبضرب منشآت حيوية بدون ما يكون في أي تدخل لقوى فيزيائية بشرية، يعني ما في جيوش رح تنزل وتروح تقاوم وتقاتل. بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا شو يعني الهجوم السبراني، اللي هو عبارة عن بيتم عن خلال الكمبيوترات ومن خلال شبكات الانترنت. الآن راح تحكي لي شو الربط بين هذا الشيء وبين مستودع أسلحة، فاحنا بنعرف اللي بنسمعه انه الهجوم السبراني ممكن يكون على كمبيوترات، على بنوك، على شركات، يعني فيها بعض الملفات احنا الهاكرز او المخترقين بيحتاجوا لسرقتها. لكن انا بحكي لك لا، الهجوم السبراني تطور وصار اقوى واكبر، ودول كبيرة بتنفذ هاي الهجمات على اهداف بحيث انها ما تظهر ولا تبين انها هي هجمت بشكل مباشر، وما يكون في ارواح بشرية او تدخل بشري من قبل المهاجم، والضحية للأسف راح تكون بمعظم الأحيان أبرياء، وبنفس الوقت ناس ما لها علاقة راح تموت وأعداد هائلة بكبسة زر. لحتى يتحقق هذا الهجوم السبراني بيحتاج المخترق أو المهاجم لعدة شروط. الشرط الأساسي أكيد وجود جهاز كمبيوتر متصل على الإنترنت، وبنفس الوقت يحقق دخول عليه، يحقق اختراق له. فكيف مستودع بيروت ممكن يكون فيه هذا الشيء؟ هو مستودع ولتخزين مواد ممكن تكون متفجرة. شو السيناريو اللي ممكن يطبق عليها؟ إنه في عنا هناك تواجد لكمبيوترات لحتى تراقب حركة الهواء أو تخزين أو الضغط الموجود هناك أو درجات الحرارة، فكثير عوامل ممكن تتم، لأنه أنت عم تحكي عن أمور خطيرة بيتم تخزينها. فهذا السيناريو هل ممكن يكون مطبق؟ نعم ممكن يكون مطبق، واللي صار المخترق بتجهز لأنه يضرب هاي المنشأة الحيوية عن طريق الجهاز الموصول على شبكة الكمبيوتر وبيخترقه وبيبلش يعطل ويعمل أضرار تالية. ممكن يعطل الحساسات اللي بتتحكم بضغط أو درجات الحرارة، والأمر اللي ممكن يأكده إذا بنرجع على فيديوهات التفجير، التفجير ما بلش مباشرة وصار عبارة عن انفجار هائل. في حال كان هجوم صاروخي أو هجوم قنابل أو أي شيء انزرع داخل هذا المستودع وتم تفجيره في الانفجار رح يكون صار بمرة واحدة. أما الهجوم السبراني اللي ممكن مثل ما ذكرت يعطل حساسات للحرارة أو لتبريد المكان أيضا، فممكن يبلش مثل ما صار، تبلش عبارة عن ضغط عم بيتركز، احتراقات عم بتصير، وبعدين بصير الانفجار الكامل اللي شفناه ومثل ما ذكرت قضى فيه أرواح كثير من الأبرياء. والتاريخ مليء بهي الهجمات السبرانية، ممكن نذكر منها الهجوم اللي قامت به روسيا على أوكرانيا تحديدا عام 2015 بشهر ديسمبر، نفذت هجوم على منشأة حيوية، منشأة كهرباء بتزود 200,000 شخص بالكهرباء، حرمت ال 200,000 شخص بكبسة زر واحدة. قاموا باختراق الأجهزة الكمبيوترات اللي هناك، والمدراء والمختصين حكوا انه احنا تلقينا اتصال هاتفي من منطقة اصلا مو متصلة معنا بشبكة الكهرباء، فالامر اللي صار فيه خلل بشبكات الكهرباء، ومباشرة لاحظنا أجهزة الكمبيوتر عم تتحرك فيها الماوسات بشكل غريبة وعم بيصير فيها عم تنعطى
أوامر وتم قطع وحرماننا من الكهرباء. إذن الهجوم السبراني ممكن يعمل أكثر وأسوأ من هيك. تخيل في عندك أنت مفاعل نووي اللي بيعتمد بشكل كامل، وسيناريوهات عم نذكرها حقيقية اللي عم بيصير كان بإيران بالأشهر السابقة. كل يوم كنا نشهد حريق، ضرب لمنشأة نووية أو كيميائية، ضرب لمنشأة كهرباء بيصير فيها فجأة حريق من غير سابق انذار. هاي المنشآت كم مزودة بألارمات وانذارات وأمور يعني ما بتتخيل إنها يصير فيها أخطاء. وليش ما سمعنا قبل هيك إنه في يعني احتراقات صارت بهاي المنشآت؟ فاللي صار عبارة عن هجمات بتصير بتعطل، مثلا خلنا نفرض إحنا حساسات المسؤولة عن مستويات الضغط، عن مستويات مثل ما حكيت الحرارة، عن مستويات التبريد، فبتبلش تصير حرائق وتبلش تصير مشاكل شوي شوي وبتتضخم لحتى يتم نسف المنشأة كاملة وتفجيرها. فالهجوم السبراني أصدقائي هو عبارة عن سلاح فتاك ممكن يعمل أكثر ما أنت متخيله. مو فقط شخص عبارة اللي الناس ما تفكرنا والله فات وأخذ معلومات سرق صور وابتز ضحية، أبدا أبدا، الموضوع أكبر من هيك. سيناريو أنا حطيته أصدقائي ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ، الأيام كفيلة أنها تكشف لنا هاي الأمور في حال صار تحقيق حقيقي لهذا الموضوع. برجع بذكر النتيجة هي أرواح الأبرياء أصدقائي. الله أعلم إذا كان هذا الكلام صحيح أو خطأ. حطينا سيناريو، شرحنا لكم كيف ممكن يكون الهجوم السبراني. هذا كل شيء كان اليوم أصدقائي. برجع بترحم على أرواح الأبرياء اللي قضوا بهذا التفجير، وأتمنى أن تنكشف الحقيقة بأقرب وقت ويتحاسب كل المسؤولين عن هذا الإهمال. كان معكم عويدة من قناة Second Stick. ترك لي رأيك بهاي الأمور، وما رأيك هل في ممكن يصير هجوم سبراني، مستقبل الهجوم السبراني على الدول سواء العربية أو الغربية، وكيف شكل الحروب الحديثة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.